أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يكون من المسلمين خبثاء؟ فقد قال لي أحدهم: إنكم قلتم لا يجوز قول خبيث للمسلم. مطلقة ما يقال مطلقة. أما نوع خبث فيه نوع من الخبث أن يكون، أما أنه إذا الخبيث مطلقة هذا لا يجوز في حق مسلم. وقد جاء النهي عن قول يا خبيث يا عدو الله يا فاسق. نعم.